السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في تجربة قلم بايلوت الشفاف. قلم ممتاز ويمتاز بالجودة والسلاسة في الكتابة. هذا هو القلم، تقريبا 8/10 أو 1 ملي. هنجربه دلوقتي ويا رب ينال إعجابكم في الكتابة. هذه القلم سيال في الحبر، طبعا القلم بيمتاز ان هو تعبئة مع اللي هو الكبسولة او الغيرات او اللي بنقول عليه خرطوش حبر، وما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين سلس في الكتابة. وطبعا الحركة دي لما بنعملها لو القلم فيه مشكلة على طول هيمسك في الورقة، فيا رب ينال إعجابكم. هذا هو القلم، وبارك الله فيكم ونسعد بمتابعتكم وفي خدمتكم بأي وقت. دمتم في خير وفي أمان الله.